صباح الخير، صباح العافية والورد والجمال على عيونكم الحلوة يا أحلى متابعين. طبعا هسه قعدنا قبل قليل ورايحين نتريق ونشوف الفطور. احنا نعدهم لأن أول مرة نقعد نتريق صراحة، كل مرة نقعد مملحين على الريوق، فلنا حديث بعد قليل. بس خلي أصحصح، حبيت أصبح عليكم مو أكثر. I love you عمري. تغطياتي الصباحية اللي متعودين عليها كل ما أسافر للبريكفاست ما صارت إلا اليوم، لأنه صار يومين مفروض نقعد وما نقعد، مفروض نقعد بس خلص تعدل الجدول وتعدلت نومتنا، وبعد راح يصير كله صباحي الموضوع. فحلو، حبيت البوفيه المفتوح مالتهم حلو. نعيما. يلا كافي، نطلع نكمل لنا كم شغله نرجع نتواصل وياكم. طبعا اجينا للاتليه مال فداء، مصممه الازياء التراثيه الاردنيه، وجبنا الجيش كله. انتوا شكو جايين ويانا؟ ها يلا اوكي يلا. شوف الوادي ايش قد حلو، بس باعوا موقع البيت ايش قد حلو. عندك فنجان قهوه من هون؟ هلا هون بعمل لك لو سمحتي. فنجان قهوه من هون، قهوه اردنيه لو سمحتي. في بيت المتواضع جميل نتشرف. واليوم البنات ايش يسوون؟ ايش برا، ايش هون، ايش عند المسبح، ايش بشرب قهوه هون، بشرب شاي هون. ما شاء الله. هاي يا حلوين. هلا مرحبا. هلا خلاص يعني على طول شربت قهوه ولا قلتوا ننطر علي؟ لا لا نادرينك نايت. العافيه علي، كل القهوه لك، القهوه الساده والعربيه. قص عليهم بس. عمر تعبت؟ انا اليوم اتوقع خلص شحني. خلص؟ لا ما يخلص. ثلاث ايام المشكله. لا ما يخلص. تعالوا شوفكم بيت فداء، شوفوها. سنصعد فوق نشوف الأزياء التراثية الأردنية، إشي زاكي، إشي تعلمت هالكلمتين أبشركم. لا مو من عمار، بس يعني بس أنت، بس هيك، بس أنت بتحكي أردني. انت بتحكي بحكي اردني وكرم. اهلا وسهلا. عنجد يعني المصيبه مصيبتك. من امتين؟ المأخوذة يعني خلينا نقول يعني ظلما عن تركيا. لازم لا والله مو ظلما، هاي حقيقة. لازم تغيرون تفكيركم، لازم تعيشون تنبسطون، وكمان تجون تزورون تركيا وتقولون تركيا حبيناها. حبيبي ايش كاتب؟ كاتب عليه اسم مصطفى. بدل ما يكتب ليال بطحاني كاتب نتالي مقبل، غير لي اسمي. لا 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 ايش كتب؟ ايش كتب؟ لا 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 ايش كتبت علينا؟ يعني شفتوا مصطفى ايش كاتب؟ ايش؟ مصطفى كتابات شفتم؟ يعني مليون بالمرة غلطنا شغلة، ذبحتونا موتونا. هاي عرب بعد، احنا لازم نتحملنا. بالمليون مرة واحدة، اسم بالاسامي غربطنا وكنا نايمين يعني. زين مصطفى، شو رأيك مصطفى شو رأيك بالعرب؟ شو رأيي بالعرب؟ لا تجامل، لا تجامل قدام الكاميرا. لا لا مو تمثيل، من كل قلبي العرب روحي. الله يسلم روحك. نتشرف فيك والله بيناتنا. والله انا متشرف فيهم ومبسوط معهم. الله يسلمك. وياكم. والله احنا مبسوطين وياك. فدوى لوجهك. انت حسابي وياك بعدين. ها عمر. طب ايش نعمل اسوم؟ خلينا نعمل بيطلع. خلينا نعمل معاك النقاط عشان. مصممة الأزياء فداء، نشوف الأزياء الأردنية الفلسطينية أيضا البيور. شوفوا
شوفيني هذا دمج الاحمر فداء. معلش سؤال فداء، مش الازياء الاردنيه تشبه الازياء المغربيه؟ لا احنا عندنا تطريز فلسطيني ما حدا بيشبه والله، لانه احنا بنعمله بالايد. يعني هذا مثلا بعد 8 ل 9 شهور بترزوا فيه ستات. اوكي هذا احنا بنودي لهم القماش، بنقص لهم اياه، بنعلمهم شو الرسمه. اوكي هم بيشتغلوه حبه حبه. طيب انت انت ما حدا مثلنا في التطريز. انت شو راح تلبسينا برايك؟ والله اشوفه اوكي. انت بس شوفينا قطعه مميزه خلينا نصورها. اوكي في كثير صراحه، انا مش عشان عندي بس انا ما في. هذا هم بيوتيفول، حلو والله، جميل. يلا شوفوا، هذا هم يعتبر هذا بس شدي من ورا يصير مال اكراد. ايه بالضبط، عندنا ازياء الاكراد هيجي. اسمعي فدا، هذا هم يعتبر اردني؟ الحين جنوا تحت الساعه 3 لسه ما اختار. لسه روقي بدنا نروق. اعطيت ايش بكي؟ هاي حلوه كثير عشان لا 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 نعم يا قلبي. كنت بحكيكي يا فدا على الوردي. لا مش بدي بسال، كمان يعتبر زي اردني؟ لا هذا ستايل انه ممكن يصلح للبنات. ايه عرفت، مش ايه. طيب يرهم للمناسبة اللي رايحين لها؟ هلا أي تطريز من هذا التطريز تزبط. أوكي. أفضل يكون أكثر مناسب ل يعني للمكان. فهمت عليك. هاي مش أوكي. إحنا هنا لما الحريم صايرين. إي والله.